قول مقدرنا وبعدين نشوف مع بعض طريقة المخ البنين. مقدرنا هتكون عبارة عن 2 مخ كندوز، عندنا كمان للسلق جزرة، بصلة، طماطماية، عودين كرفس، ليمونة متقطعة شرايح، معلقتين كبار من الخل، ورق لورا، حبهان صحيح، ومستكة صحيحة، وملح وفلفل اسود. دي مقادير السلق او مكونات السلق اللي هنسلق فيها المخ. تمام، عندنا مقادير تانية وهي ايه؟ التغليف. هنحتاج 1 كوباية من الدقيق، 2 كوباية من البقسماط المطحون، 1/2 كوباية من النشا، 2 بيضة، 1/2 كوباية مية بصل. هنحتاج كمان معلقة صغيرة توم باودر وبصل باودر، ومعلقة صغيرة من الشطة، طبعا دي حسب الرغبة، ملح وفلفل اسود. هنحتاج كمان بولة تكون فيها مية بتلج، وطبعا زيت غزير للتحمير. وتعالوا بينا يلا نسمي كده بسم الله ونبدأ ونشوف هنعمل ايه. بداية هنحط على النار مية علشان تغلي. تمام، المية ابتدت تسخن اهي وتغلي، حلة كده يكون نصها مية علشان نبتدي نسلق فيها المخ. تمام، المخ بتاعنا او المخ اللي احنا هنعمله النهاردة هنحتاج ان احنا نغسله كويس جدا، ننظفه من اي شعيرات دموية، ويفضل اننا هنقعه يدوبك 5 دقايق بالظبط في مية فيها شوية من الخل، واشطفه. كل الدبن نتعامل معاه بحرص جدا جدا، لانه من اكتر الحاجات اللي في الدبيحة اكثرهم حساسية. تمام، يعني بيتأثر بالتعامل معاه، فدايما نتعامل كده بحرص وبالراحة خالص علشان ما يتهريش مننا. بعد ما غسلناه وحطيناه في شوية مية فيها شوية خل صغيرين، سبناه 5 دقايق، شطفناه وسبناه بقى يتصفى وبقى معانا بالشكل الجميل ده. تمام، نضيف ومفيش اي زفارة. هناخد بقى المكونات اللي عندنا اللي هي عبارة عن بصل، ورق لورا، خل، جزر، مستكة وحبهان، ليمون متقطع شرايح بالقشر بتاعه، وعودين من الكرفس. كل الحاجات دي هناخدها ونروح على الحلة اللي احنا حاطين فيها مية تغلي علشان نبتدي نسلق المخ. يلا بينا. بسم الله الرحمن الرحيم. ادي البصل، بصلاية متقطعة على 4، ورق اللورة، عندنا عودين كرفس. حطينا كل المكونات اللي احنا قلنا عليها مكونات السلق، اللي هي كانت جزرة، بصلة، طماطمية. احنا حطينا طماطم، ما حطيناش طماطم. جزر وبصل وكرفس، حطينا ورق لورا، حبهان، مستكة، ملح وفلفل، ليمونة متقطعة شرايح، حطينا كمان مستكة قلنا. تمام، والخل، معلقتين كبار من الخل. اول ما الاقي المية غليت، تعالوا بينا ننزل المخ بقى بحرص جدا جدا وبالراحة كده علشان ما يتفتتش مننا. بسم الله. وهنسيبه بالظبط 10 دقايق، هنحسب كده على الساعة بتاعتنا 10 دقايق، وبعدين نخرج المخ من المية اللي اتغلى فيها او اتسلق فيها. هو كده مش هيبقى مستوي سوى كامل، بس احنا حبينا ان احنا نديله، نقول ايه، تقفيلة للمسام بتاعته، وكمان علشان يبقى متماسك واحنا بنقطعه ما يبقاش مبهدل مننا ويتفرفت مننا. في ناس ممكن تشتغل فيه هو ني على طول، مفيش مشكلة، برضو بينفع جدا انك انت تقطعيه هو ني وتعملي الخطوة الاخيرة اللي احنا هنعملها بعد السلق. بس انا بفضل ان هو ياخد السلقة الخفيفة دي علشان نبقى متحكمين فيه اكتر في عملية التقطيع. تمام، تعالوا بينا بقى نجهز التغليف بتاعنا. صمات، دقيق، نشا، بيض، مية بصل، وعندنا كمان البهارات اللي هي شطة، توم باودر، بصل باودر، وملح وفلفل. في البداية كده ده البقسماط هنحطه. تمام، وهبدأ ان انا اضيف له، عندي 1/2 كوباية نشا، هاخد كده من النشا حوالي 3 معالق كبار، وعندنا توم باودر وبصل باودر، عندنا كمان شطة، وزي ما قلنا دي بقى على حسب الرغبة، اللي حابب يضيف واللي مش حابب مفيش مشكلة ممكن نشيلها خالص. هجيب برضو الملح والفلفل علشان يبقى الكفر الأخراني أو التغليفة الأخرانية ليها طعم. فهنحط بسيط كده من الفلفل الأسود المطحون، وبسيط من الملح، وقلب الكلام ده كله مع بعضه.
ما ننساش ان احنا دلوقتي حاطين المخ على النار في مية بتغلي، المية دي فيها مكونات السل اللي هي جزرايا، بصلايا، عودين كرفس، ليمونة متقطعة ترانشات، ورق لورا ومستكة وحبهان، ملح وفلفل، وكمان عندنا معلقتين كبار من الخل. كل ده علشان نحاول نضيع اي زفرة موجودة في المخ. تمام، وهنا حطينا ثلاث معالق كبار من النشا، تبلنا بملح وفلفل، بصل بودر، توم بودر، وشطة طبعا على حسب الرغبة. قلبنا البقسماط مع كل الكلام ده اللي احنا عملناه، وكده هيبقى جاهز للتغليف. خلاص، ده بيبقى آخر طبقة. نشيل ده ونجيب الدقيق، والدقيق بيكون أول حاجة بننزل فيها المخ بعد التقطيع. هحطه كده وحط عليه بقية النشا اللي عندنا، وهنا مش محتاجين قوي ان احنا نتبل. تمام، ما تنسوش ان احنا حاطين كمان في مية السلق ملح، فاوريدي هيبقى المخ طعمه حلو واخد الملح بتاعه. كده خلاص الدقيق كمان جاهز، فاضل بقى معانا اللي في النص. بقى معانا البيض، دول بيضتين كبار، نجيب شوكة كمان أو الويسك، وعندي نص كوباية من مية البصل. تمام، ودي بقى اللي هتدي طعم حلو قوي قوي للمخ. عندنا كمان البيض، وهنا لازم نتبل بقى ملح وفلفل، وبرضو الفلفل مهم عشان ما يبقاش فيه زفارة للبيض. نخلط البيض مع مية البصل مع الملح والفلفل كويس قوي، بعد ما خلصنا الثلاث مكونات او الثلاث اطباق اللي هننزلهم كده بالتدريج، دقيق، بيض، بقسماط، بعد سلق طبعا المخ، جهزناهم خلاص وبقوا جاهزين معانا بالشكل ده. تمام، تعالوا نبص اخبار المخ بتاعنا ايه اللي احنا حطيناه علشان يتسلق. بسم الله الرحمن الرحيم، زي الفل، ابتدى يغلي خلاص. احنا متفقين 10 دقايق، اول ما العشر دقايق يخلصوا على طول هنرفع على طول من المية دي علشان نشوف هنعمل فيه ايه. تعالوا بينا بقى نطلع فاصل صغير خالص خالص، مش هنتأخر، علشان نرجع مع بعض نشيل المخ من المية المغلي، نطلع المخ من المية اللي بتغلي. مجهزة معايا زي ما قلنا طبق قويت كده في تلج، مية بتلج، علشان المية الساقعة دي هتخلي المخ على طول يوقف عملية التسوية. طبعا احنا لو طلعناه من المية المغلية وسبناه في الطبق سخن فترة، هو كده لسه عملية التسوية شغالة. عشان نوقف عملية التسوية ونبرده كمان بسرعة علشان نقدر نقطعه سريعا، فبننزله في المية اللي بتلج. وتعالوا بينا بقى، انا هقربها شوية علشان ما نمشيش مشوار طويل. وحاولي بقى تطلعيه بمصفى علشان تنزل السوائل او الميه السخنه. تمام، وبرده نبقى متحكمين فيه ما يتهريش مننا، مش هينفع اطلعه مثلا بشوكه، هيتهري مننا وهتبقى الدنيا مش لطيفه. تمام، يلا كده بسم الله الرحمن الرحيم، وعلى الميه اللي بتلج مباشره. ونسيبه بقى يبرد شويه كده زي الفل. زي ما انتم شايفين بقى المخ برد تماما، هنصفيه كويس. طب ايه رايكم بس نبتدي نقطع فيه وبعدين نطلع فاصل براحتنا. عندنا المناديل بتاعه المطبخ، عشان انا مستعجله، انا ممكن اطلعه على مصفى واسيبه براحته ان هو يتصفى من الميه، بس عشان انا عايزه اقطع قدامكم على طول، فهبتدي ان انا انشفه مناديل المطبخ. تمام كده، ونلبس بقى الجلوفز علشان نبدا نقطع براحتنا. زي ما شفتوا عملية ان احنا نبرده تبريد مباشر على طول وبسرعة، ده بيوقف عملية التسوية، كمان بيخليه يجمد او يمسك نفسه عشان لما نيجي نقطعه يتقطع معانا بكل سهولة. فاكرين كنا مجهزين الكفر بتاعه اللي هو كان دقيق مخلوط بنشا، كمان كان عندنا البيض المخلوط بمية البصل ومتبل بملح وفلفل، والبقسماط اللي متبل برضو بملح وفلفل وشطة وتوم بودر وبصل بودر، وكمان معاه حوالي 3 معالق كبار من النشا.
نجيب سكينة بقى ونسمي بسم الله علشان نبدأ نقطع المخ. طبعا التقطيع اللي انت حباها كبير صغير. اه طبعا ممكن نشيل، هي خلاص كده امتصت، احنا نشيل الكلام ده كله من هنا، ايه رأيكم؟ احسن؟ في حاجة تانية عايزة تشال؟ تمام. بسم الله الرحمن الرحيم. بحرص برضو، كل ده بنتعامل مع المخ زي ما قلنا من الحاجات الضعيفة جدا اللي التعامل معاها لازم يكون بحرص شوية. احنا نشيله خالص. تؤمر يا أستاذ مصطفى والله. ربنا يعزك. هنبدأ بقى ناخد ونقطع. بسم الله الرحمن الرحيم. كده التقطيع اللي احنا عايزينها والتخانة اللي احنا عايزينها، مفيش مشكلة خالص. كده طيب، بعد التقطيع ده هنعمل ايه؟ انا كل ده هعمل ده قدامكم دلوقتي، لو في اي شعيرات كده بنشيلها مفيش مشكلة خالص عشان انا اكمل في الفاصل. هنعمل ايه بعد كده؟ هناخد اللي احنا قطعناه، معلش هشيل الكلام ده كله، وتعالوا نروح كده نحطه قدامنا ونبتدي ناخد القطعة ننزلها في الدقيق، خليط الدقيق بالنشا، ومن خليط الدقيق بالنشا لخليط البيض مع مية البصل. كده نحتاج بقى الشوكة. تمام، نشيل كده من خليط البيض ومية البصل على خليط النشا المتبلة، البقسماط والنشا المتبلين مع بعض. شايفين حتى قادرين ان احنا نتحكم في قطع المخ، علشان طبعا زي ما قلنا ادينا له سلقه بسيطه خالص، نزلناه في ميه بتلج فتماسك جدا معانا، قطعناه بكل سهوله وشغالين فيه بكل سهوله اهو. بعد ما خلاص عرفنا ازاي هنسلق المخ، بعدين نحطه في ميه بتلج، وبعدين نقطعه بعد ما ينشف تماما، ونحطه بقى في الخليط اللي احنا كنا عاملينه مع بعض، دقيق ونشا بيض وميه بصل وملح وفلفل، وبعد كده ايه البقسماط اللي عليه نشا وعليه التوابل كلها. خلصنا كل الكميه. طبعا ما ينفعش في اي نوع من انواع البنيهات ان انا مثلا في واحد عايز ياكل فراح احمر له حته، مستحيل. لازم الطاسه تكون على قد الكميه اللي انا احطها، لو حطيت كتير على طاسه صغيره ده غلط، ولو حطيت حبه قليلين في طاسه كبيره وزيت سخن برده غلط جدا. عشان كده لازم نعمل نسبه وتناسب علشان في الاخر ناخد حاجه متحمره مظبوط وطعمها حلو جدا. الزيت كان سخن قوي فانا طفيت عليه، هشغل تاني ويلا بينا نسمي بسم الله الرحمن الرحيم ونبدا نحط قطع المخ. بسم الله، زي ما قلنا لازم يكون في نسبه وتناسب، ما ينفعش احط حتتين في طاسه قد كده مليانه زيت هيتحرقوا ويطلعوا على طول من غير ما يكونوا كملوا التسويه بتاعتهم. ده بتكلم في العموم في كل انواع البنيهات. يلا هنكفي على كده ونسيب التانيين دول طاسه تانيه، لان لو حطيت اكتر من كده مش هلاقي في الطاسه اللي بعد كده ان انا احط برضه، هلاقي نفسي بحط حبه صغيرين، ولو حطيتهم كلهم دلوقتي هيبقوا مزنوقين في بعض مش هعرف احركهم واتعامل معاهم كويس. برضه ما نحاولش نقلب كتير لان هو زيت غزير اصلا ومغطي، يعني مغطي تماما قطع المخ، فانا سايباه براحته خالص ياخد اللون. تمام، علشان ما نهريهوش برضه هو بيتحمر. حلو قوي، زيت غزير سخن والزيت يسخن كويس قوي والنار تكون متوسطه. تمام، معانا تليفون. وبعدين المخ طبعا احنا بما اننا سلقناه ونص سلقه وابتدينا نحمره، هو اصلا المخ يعتبر من الحاجات اللي بتستوي من الهواء، فمش محتاج مننا اصلا وقت كبير واحنا بنحمره. تمام، هو كده اعتقد اللون حلو قوي. يلا بينا نسمي كده ونطلع. بسم الله الرحمن الرحيم، صفي كويس بقى قوي من الزيت، وعلى مناديل طبعا مطبخ علشان تمتص اي زيوت زياده. سامعين صوت القرمشه؟ زي الفل. يلا نكمل. بسم الله. حاجة كمان مهمة جدا نسيت اقولها، الزيت ما ينفعش اكون محمرة مثلا هعمل كبدة ومخ النهاردة، فما ينفعش احمر الكبدة قبل المخ. ليه بقى؟ لانها هتخلي الزيت غامق وبالتالي هتخلي لون المخ طالع معانا مش حلو خالص. فلو هعمل كبدة وبانيه
كبده ومخ بانيه واحمرهم الاثنين، نبدا بالمخ وبعديه الكبده. تمام، برضو معلومه مهمه جدا، هي حاجات بسيطه بس صدقوني بتفرق في الشكل وفي الطعم كمان. شايفين بياخد لون وبراحته خالص، الزيت غزير ومغطيه، بالتالي التسويه كمان متساويه جدا واللون متساوي، حتى اللي احنا مطلعينه مش هتلاقي مثلا واحده غامقه وواحده فاتحه، هتلاقي كله نفس اللون. يبقى من اهم شروط ان احنا نطلع المخ البانيه مظبوط جدا ان احنا نحمره في زيت نظيف، ان احنا نحمره في زيت غزير سخن على نار متوسطه، وان احنا ما نقعدش نقلبه كتير وهو على النار. تمام، حلو قوي، الله على الجمال، هايل جدا، واللون كمان تحفه جدا جدا. ايه رايكم؟ يلا بينا نطلع بقى. حلو قوي كده، الصوت طبعا باين جدا ان الحاجه مقرمشه، واللون كمان حلو قوي، خاصه ان احنا كمان ضايفين مع البقسماط ضايفين نشا، وزي ما قلنا وبقول دايما بحب احط نشا مع الكفر الاخير لانه بيساعد ان اللون بتاع الكفر ما يتاخدش بسرعه، يعني بيأجل شويه عمليه التحمير، بالتالي بيخلي الكفر مقرمش وكمان لونه حلو قوي قوي. خلصنا تحمير، يلا بينا. بسم الله الرحمن الرحيم، نشيل بقى الزيت خالص خالص من على النار. ادي المخ مع الجرجير بقى والفلفل والبقدونس، تحفه جدا. لسه كمان هنحط معاه طماطم كده متقطعه، نقدر كمان نعمل له زي ايه، دقه او دقه حلوه كده. نعمل ايه بقى؟ عندنا كمون، كزبره، شطه، وعليهم ملح وفلفل اسود، ودول بقى يتحطوا جنب المخ عشان لما نيجي ناكل بالعيش كده ونعمل سندوتشات فندي رشه كده، بتدي طعم حلو قوي قوي. تمام، هياخد كده، احط فلفل اسود وملح، انا حطيتهم هنا على الكزبره، واحط الشطه كمان والكمون، واقلبهم مع بعض، وهتبقى خلطه بقى هايله جدا زي ما قلنا، نرش منها على السندوتشات او على المخ نفسه كده بعد التحمير. تمام، حلو قوي. انا مقطعه طماطم، هاخد من الخلطة الرهيبة دي ودي برضو رشة كده على الطماطم، والطبق الحلو ده هيتقدم برضو جنبيه كده، وعندنا عيش. اظن كده ايه، الغداء جاهز زي الفل، فلفل اخضر